من بواب لعراف لمنجم لموظف عند أمير كبير، لغاية ما هو نفسه بقى أمير وله شنة ورنة. بنى بيت هو من أجمل بيوت القاهرة، قتلوه الأتراك بمؤامرة في اسكندرية، اتكتبت في بيته موسوعة وصف مصر، وتحول بيته لأجمل مراكز الثقافة في مصر. إبراهيم كدخدة السناري، أهلا بيكم في الإكسلانس بتاع زمان. صباح شريف اللي بيشوفنا بالنهار، وبنسوار اللي بيشوفنا بالليل. أنا الإكسلانس بتاع زمان، جيت أحكي لكم حكايات زمان الجميل، وبالمرة أشوف زمانكم. هكون ممنون قوي من حضراتكم لو عملتم لايك وشير وسبسكرايب وفعلتوا الجرس، أو يحصل تواصل بين حضراتكم وبيني على الفيسبوك أو على الانستجرام أو على تويتر أو في أي حتة. في القرن الـ18 جه على مصر من مدينة سنار في السودان شاب سوداني اسمه إبراهيم السناري، استقر في مدينة المنصورة واشتغل فيها بواب زي ما قال الجبرتي، وهناك اتعلم القراية والكتابة وقرأ كتير في كتب السحر والتنجيم، لغاية ما اشتغل فعلا منجم واتشهر في المنصورة وفي كل بر مصر. إبراهيم السناري بقى بيقرأ الطالع ويكتب التعويذ للتجار والأغنية وكمان أمراء المماليك، عشان كده قرب منه الأمير مراد بيه، وده كان من أكبر أمراء المماليك قبل الحملة الفرنسية. مراد بيك رقى السناري وخلاه كدخدة للأمير مراد بيك الكبير، وبعدين بقى نايب له لغاية ما بقى واحد من أعظم الأعيان، عنده ثروة وأطيان ومماليك وخدم، وبقى إبراهيم السناري عظيم الشأن، له كلمة في القضايا والمهمات العظيمة والأمور الجسيمة، وصار له حاشية ومبعوثين وأتباع كوسطاء بين الشعب وبينه. وفي وسط العز ده بنى إبراهيم السناري لنفسه بيت جميل وكبير سنة 1794، بيت قريب من السيدة زينب، لكن لما جت الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 صدروا البيت، وقرر نابليون إن يكون مكان لـ200 عالم فرنسي عشان يكتبوا رائعة وصف مصر بقيادة العالم مونج اللي اتسمت باسمه بعد كده الحارة اللي فيها بيت السناري، حارة مونج. وسنة 1801 وبعد خروج الفرنسويين من مصر، بعد ما وقع القبطان حسين باشا قائد البحرية العثمانية على معاهدة تسليم اسكندرية، بعت القبطان حسين باشا لإبراهيم السناري وكام أمير مملوكي كمان علشان يجتمع بيهم، وراحوا له وقتلهم حسين باشا كلهم بما فيهم إبراهيم السناري نفسه. بردم طولت عليكم، أوريفوار. يعني هو بالسحر والشعوذة وصل واتغنى، يا أخي البلد دي طول عمر الشمال هو اللي ماشي فيها.